في هذا المونديال. نظن باللي مدرب مورينيو ما يتحدثش هكذاك من فراغ. رايه يحسن المدربين. اسك انا حبيت نعرف مورينيو اسك يعرف باركور تاع علي لوزيش مع الفريق الوطني يكون كامل، اسك يعرف لي جوار كامل، اسك يظن باللي مع لو كان احسن مدرب كنا نديروا دي ريزيطا اخرين باغ اكزومبل ديو كوب دافريك. لو كان احسن مدرب علي لوزيش يقول لك انا احسن، هو نفسه قال لك تكتيكمون شتها قريتها في البيتر واقيلا ولا في الهداف، قال لهم انا تكتيكمون واحد لي فور تو الى لي فور الى واحد لي فور تكتيكمون لو كان مالا دانا المهم دانا لا فينال مالا ماشي غير الويتيام دو فينال سي لي فور كو لي زونترينور هادو اللي راهم في المونديال طارق باختصار يريد ان يقول بانه فايدالي لوزيتش كان مدرب كبير بهذاك الحجم، يعني عندنا فريق عندنا امكانيات اللي نقدروا نروحوا ابعد مما يمكن. هل كان بامكان صح حقيقه المنتخب الوطني انه قبل ما نجاوبك يا محمد انا نظن باللي طارق عنده مشكله مع خاليزوفيتش. النتائج اللي قدمها وقاد الفريق الوطني للدور الثاني وبشهاده مورينيو نتيجه واحده في ثلاث سنين نتيجه تاريخيه الفريق الوطني في الدور الثاني وقف الند للند ليليميناسيون بريميتو فاكو دافريك 2013 وسي طارق يقول باللي فوالا هذا خليزوج ماشي مدرب. انا بالنسبه لي محمد ماشي نخرج نقول لك انا ماشي مدرب قلت لك ماشي المدرب اللي يوالي الفريق الوطني فهمت. لا قال لك ليس المدرب ماشي المدرب اللي يوالي الفريق الوطني بالامكانيات اللي عنده باللعبه اللي عنده. لكن انت قلنا ماضي في رايك لماذا قلت لك ماشي مدرب؟ انا بالنسبه لي هذا انا احسن أنا قلتها لك محمد أحسن مدرب في تاريخ أحسن مدرب في تاريخ كرة القدم الجزائرية. النتائج الأرقام هي اللي تتحدث. ما تجزناش في الدور الثاني شغل بالنسبة طارق في لاكوب دافريك مثل شغل عجوزة قبضة سارق هكذا راه يقول. علاش ما داناش دومي فينال لكل جواد ينكبوه يا سي محمد يا سي طارق خويا دانا الدومي فينال اللي كنا نحلموا المنتخب تاع 82 وتعسف لا واش نقولوا تاع الدور الثاني ونجم نقولوا باللي وقفنا الند المنتخب الالماني وكنا قادرين لو كان امنا شويه بنفسنا كنا قادرين نجوزوا الدوزيام لا تروازيام تور فهمت. هذه كريم وحدك تولي ليها كنا قادرين كنا قادرين علاش ما قدرناش تاع المباراه المدرب راني متيقن. المدرب الجديد المحتمل كريستيان غوركوف ماذا قال عن مباراه الجزائر المانيا؟ قال لو كانت شويه شجاعه وكان مهاجم اضافي في المنتخب في تشكيله المنتخب الجزائري قال المنتخب الوطني كان قادر يسجل. وغوركوف يشهدوا له بانه قوي تكتيكيا ايضا. انا اخشى على غوركوف ان لا يقود المنتخب الوطني كاس افريقيا بالمغرب. يعني تخشى انه اخشى ان لا يقود المنتخب الوطني انه ما راحش يتاهل يعني صفيات. اخشى عليه ان لا يقود المنتخب الوطني في التصفيات الى كاس امم افريقيا. المنتخب الوطني قدم ما عليه قدم ما عليه في الكاس العالم هذه اللي راهي في البرازيل ومن حقه يقول صحيح ربما بالك الفريق الوطني كان تنقصه بعض اللمسات في الخط الهجوم كان قادر باش يروح بعيد لكن الامكانيه تاع الفريق الوطني توقفت في الدور الثاني. نعود ربما بالك نفتح القوس بالمدرب هذا الجديد المحتمل راح يكون الجديد خليفة خليزوفيتش. انا بالنسبه لي على حسب واش قريت في الصحف الفرنسيه وحتى حسب واش يقال عن هذا المدرب بالنسبه لي راح احسن من بين احسن المدربين في فرنسا بقوسين في فرنسا ماشي على المستوى الاوروبي في فرنسا من احسن المدربين سنتحدث. لا اسمح لي محمد كنت واحد النقطه تفكرتها المدرب نعاود نولي المدرب تاع خليزوفيتش ربما بالك سي طارق بالك راح يجهل واحد النقطة مهمة. بعد تأهل المنتخب الوطني إلى الدور الثاني مباشرة صدر كتاب عن المدرب خليزوفيتش فهمت أنا أكثر من 200 صفحة يعتبروا من بين أحسن المدربين على المستوى نقولوا الإفريقي ما دام هو يشوف على المدرب وذكروا كم النقاط الإيجابية تاع المدرب هذا بين النقاط الإيجابية يمتاز بالصرامة والانضباط وايضا اتركني اسال طارق عن اللعب الهجومي. ما كناش طارق اسمح لي في 2010 ما شفناش المنتخب الوطني يلعب الهجوم. المدرب فايدالي لوزيتش ربما جاب ثقافه جديده او احيا الثقافه الهجوميه عند اللاعب الجزائري. ماشي احيا ثقافه جديده سي جو تكتيك. سعدان معروف كان سعدان يحب يلعب باللور يغلق 3 ديفونسور سونترو يغلق يخاف كذا الحق. لكن هذه من الايجابيات تاع علي لوزيتش. ما تقولناش ما جاب لنا والو الكره. ما قلتش ما جاب والو ما قلتش باللي ماشي مدرب باش نفهموا. قلت باللي هذا المدرب لو كان واحد ماشي المدرب اللي كان يوالي من فريق الوطني ولا كنت تقول من 82 ما قدرناش نلعبوا محمد هذا المدرب
حنا اللي درنا له اسم ماشي هو دار الاسم الجزائري. كيفاش انت اللي درت له اسم؟ النتائج هي اللي درت له اسم. ماشي وعلى ما درتش النتائج هذاك كاو يقول باللي سيت ان كرون اونترينور وكرون تكنيسيان. النتائج تاعو هو اللي يقول. لا لا مش انا اللي قلت عليه طارق مش انا اللي قلت عليه. هذوك اللي جامي راح له جامي دار كوب دي موند هالي لوزي شاف. اكيد تاهل مع منتخب كوت ديفوار وكانوا هما اللي خدعوه هما اللي خدعوه ووقفوه وقفوه في كاس افريقيا. علاش وقفوه في كاس افريقيا؟ باسكو خسر امام الجزائر خسر امام الجزائر خسر لوبجيكتيف تاعو بريميير اوبجيكتيف كي تي لا كوب دافريك. المدرب هذا جامي راح لكوب دي موند ما راح مع الجزائر. ليكيب ناسيونال تاعنا راح تربح خطر لا كاتريام فوا تروح لكوب دي موند. حب يقول ماشي هو اللي احتاجه هو باش رحنا لكوب دي موند. شكون اللي تكاليف هذا؟ اللي احتاجه هو باش تاهلنا لتاهلنا الدور الثاني. لازم تشهدوا هذه الملاحظه لازم تشهدوا لازم تشهدوا. ماشي ما قلتكش بلي ماشي لا طارق انا نسالك بالك محمد اسمح لي انا راح المدرب هذا راح موقات محمد اسمح لي اسمح لي كريم دار برك الكلمه هذه. المدرب هذا راح في واحد المتاهات راح في واحد كيما يقول لك واحد الكار الفو كيما يقول لك حنا ولا كوتواي بوندون ثلاث سنين خرجنا معاه اوف خرجنا معاه كوفرينا الفريق الوطني رحنا لبوركينا فاسو رحنا لبينا رحنا كنا فريمون قراب ليه العبد هذا كنا قراب ليه. نحكي لك على الشخصيه تاعو نحكي لك يقول لك انسان عنده جو كاركتر ما عنده لا كاركتر لا والو عنده تغننت كما نقولوا حنا عنده تغننت عنده هذيك عنده حقار يحقر لي جوار حقر كالك جوار شكون مثلا ما حقرش جابو ما حقرش بود عطالو الفرصه ربما الفضيل بود 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 سؤال مهم نعطيك انا بود واش قدم الفريق الوطني بود بود واش قدم الفريق الوطني كريم انا نعطيك سؤال مهم انا اكزومبل اسمح لي باش نكمل على اللي جوار نعطيك ان اكزومبل سامبل يبدا واش هو يدير في الفريق الوطني لاعب لا غالب عليه تبليسه طلبوا له شفا وان شاء الله يعاود يولي ما دي سؤال مهم سؤال مهم طرحه طارق ما نقدرش نقولوا باللي طارق ليش ماشي معي نقطه هنا هذه كوب دافريك منا الكذب وين كذب كمدرب كذب يتهم بالكذب وين كذب المدرب هذا كي نفكر في 2013 واش قال؟ قال لكم انتم الصحافه انتم اللي قلتوا باللي الفريق الوطني هذا كبرتوه ورجعتوه قادر يدي كوب دافريك، الوغ كو نسى باللي اسبوع من قبل الرئيس الفيدراليه محمد راوراوا قال لك لوبجيكتيف تاع الفريق الوطني سي داتاندر لي اون بوا لي دومي فينال، هو يقول لك لون لوبجيكتيف تاعي ماشي كارت فينال، ربما يبعد الضغط ماشي كذاب هنا شنو هذا؟ كي يقول لك تروح تبوزي لو كيسيون على جوار علاش فلان ما تعيطلوش؟ علاش فلان باغ اكزومبل ما جبتوش راهو يدير دي بون ماتش في الفريق تاعو؟ قلت لي ايضا كيفاش تغننت؟ انا ما شفتوش دير تغننت عنده تغننت كيحكم في جوار في راسه باللي هذا الجوار ما لازمش يلعبوا هو مالغري لي بريستاسيون ولا لي بيرفورمانس تاع الجوار داك ساسوا في ليكيب ناسيونال ولا في الكلوب تاعو ما يجيبوش دار زعما هذيك شكون اللاعب شكون اللاعب في رايك انت شكون اللاعب هذا اللي همشو هذا وراك تقول عليه تغننت وما حبش يجيبوش همش جابو لو كان ماشي خساره على بلجيك ولا بريسيون تاع ما يلعبوش نعاودوا نقولوا المباراه تاع بلجيكا خلاص المباراه تاع بلجيكا ماضي اتركني انا نسالك سؤال مهم طارق راه يقول لك باللي هذا المدرب هو مدرب حقود يحقد على اللاعبين همش اللاعبين عنده تغننت تسقسيني على الجوار علاش ما جاش الصحافه يسالوا يقولوا ما تجبدوليش هذا اللاعب ما شفناش بالفوضيل في كاس العالم كانوا تقنيا تكلموا قال لك كان قادر ربما يقدم اضافه شفنا ابعاد قديورا وجلب يبدا غير مفهوم ايضا كيفاش ترد على كل هذه النقاط ماضي لكل مدرب خصوصياته بالنسبه لي انا ما كاش لاعب هنا سواء محلي ولا محترف جزائري وكانت مكانته في الفريق الوطني ولا الشعب نقول الشعب بصفه عامه راه يقول باللي فوالا هذاك اللاعب حقره وما جابوش قضيه تاع غديولا بالنسبه لي ما كانت ما كاش في الفريق الوطني نفس الشيء بالنسبه للفضيل اسكو لاعب كان مصاب اكثر من بودبوز بودبوز ماذا قدم للفريق الوطني بصح بودبوز قدم للفريق الوطني ماذا هو احسن خامس ممرر في فرنسا احسن من لوكاس مورا في فرنسا بودبوز ماذا في الفريق الوطني ماذا قدم الفريق الوطني بودبوز اعطى له اكثر من فرصه في الفريق الوطني وماذا قدم يبدا مثلا للفريق الوطني ربما قدم كدامور الفريق هو علي لوزي ربما قد اخطا في يبدا ربما قد اخطا في يبدا نفترض قد انا نعطي لك مثلا من هو اللاعب اللي كان يكون خليفه يبدا في الفريق الوطني اسكو غديولا انا نسالك طبعا اسكو غديولا اكثر من ست اكثر من شرط لازم ما لعبش ربما اكثر من ست شهور ما كان غايب لعب غديولا ويبدا ثاني يلعب
نجيب لك احصائيه ايضا المدرب علي الوزيد شي يعيبوا عليه تاع ماضي ولا احصائيه تاع كادامورو ليغ 2 هبط في الميركاتو تاع جونفي اللي فات راح ليغ 2 يعني هبط كان في ريال سوسيداد هبط لمايورك قال لك باش نلعب بور افور جو طون دو جو في مايورك ميم كادامورو لي 6 ولا 7 ديرني ماتش ميم با كومبا في ليكيب تاعو احسن من كادامورو احسن من كادامورو ماضي حتى ما ندخلش في النقاش النقاشات الفرديه شكون هو كذا لا جاوبني طارق شكون هو كذا احسن من كادامورو انا عندي جوا اللي ما لعبش كيف وما يلعبش في ليكيب تاعو كاع لي جوا خير منه اسمح لي طارق نطرح سؤال تاعي ماضي نطرح سؤال تاعي نطرح نطرح سؤال تاعي علي علي جوا عندي سؤال ما يروحش علي من فضلك اسمح لي طارق لا 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 طارق من فضلك سؤال علي سؤال لا محمد نعاود نولي لك والله غرق في 30 ثانيه وقبل خليني نسال تفضل في 30 ثانيه وخليني نسال نعاود نولي انا في كادر فادو علي بن شيخ كان شوشو تاع المولوديه في الثمانينات ما لعبش ولو دقيقه واحده ما لعبش ولو دقيقه واحده انت تقول باللي كادامورو باللي فوالا ما كانت من الفريق الوطني انا نسالك يا طارق اعطيني لاعب خليفه كادامورو ولا كادامورو لعب باش لا لا ما ندوش لا لا ما نجيبوش نفترضوا باللي ما كاش خلاص رحنا ب 22 هذا السؤال المهم ليس المشكل ليس في عندك بالفوضل تقدر تبدل تدير في لاطاك عندك عندك فرحات عندك عبايه تاع نيوكاسل ستان جون لعب في الفريق من 2011 لونسي لي جون اليوم يلعبوا اسمح لي اخي من 2011 ملي جا عطي لي تشكيله تاع فريق وطني لعبت لقاءين متتاليين في كل مره يغير في كل مره مره يغير الدفاع مره يغير حتى في كاس العالم ماضي ما يغير لك يغير لك الاطراف وبعد يغير لك وسط الدفاع يعني في كاس افريقيا دا سبع لاعبين بعدين استغنى عليهم لا علاش تغيرت هذه كاين اللي قالوا عليه يا ماضي كاين اللي راهم يقولوا عليه هذا مش رايي الشخصي كاين اللي يقولوا عليه قال لك هذا ثلاث سنين وهو يبحث عن الفريق مازال ما لقاش مازال ما لقاش تشكيله اساسيه بحث عن بحث عن التشكيله قاد المنتخب الوطني الى الدور الثاني للمونديال لو لعب بنفس التشكيله التي لعب مباراه بلجيكا ربما كنا سنخسر المباراه تاع كوريا غيرت لكن تغيرت من 2011 لا التغييرات هي اللي اعطت النتائج في المونديال هذا قاد المنتخب الوطني الى الدور الثاني النتائج انا نعاود نولي لك يا محمد النتائج هي اللي تتكلم المنتخب الوطني خسر كان شاب اللي الفريق الوطني ما مشاش مليح في المنتخب في اللقاء تاع بلجيكا دار تغييرات اعطت نتائج ايجابيه فهمت نفس الشيء بالنسبه للمنتخب تاع بلجيكا تاع المنتخب تاع اللقاء الثالث امام روسيا نفس الشيء امام المنتخب الالماني بالنسبه لي انا حتى التغييرات هذه كانت ايجابيه علاش نحكموا دائما المنتخب الوطني فورسي دو فير سي شونجمون كريم لا محمد اسمح لي بكين ملاحظه نعاود نولي لك في 82 لعبنا المنتخب الوطني كان فاز على المنتخب الالماني ب 2-1 لعبنا خالف لعب نفس التشكيل امام منتخب النمساوي ومن بعد خسر اللقاء بالرغم من لعب نفس التشكيله خسرنا 2 ومن بعد الشعب لامو في ذاك الوقت قال لك علاش خالف ما داش تغيير داير تغييرات امام المنتخب الشيء كان المنتخب الوطني متقدم 3 ولا 2 ومن بعد ولاو يقولوا علاش المنتخب ما حابش من نفس التشكيله تاع المانيا هذه التغييرات انت في بالك تغييرات إيجابية وامر عادي جدا ايجابيه احنا انت كي تحكي لنا على التغييرات هذه اتت بثمارها تغييرات ايجابيه مدرب استعمل 20 لاعب في المونديال شيء ايجابي هذا ما ايجابي باسكو كان محتم عليه باش يغير مرق بلي او بودو 3 ans هذا هو المدرب هذا هو المدرب يا طارق خويا المدرب اللي بدلك بين لقاء ولقاء اربع ايام علاش ربحنا كوريا لا ربحنا كوريا علاش ربحنا لاعبين هما اللي جابوا لافيكتوار شونجمون كان لازم عليه يدير لي شونجمون امبوسيبل مع الروس علاش المنتخب الوطني كان متاخر وعاود يولينا مع الروس صحيح مع الروس تغلب على كابيلو هذا سؤال مهم الي لوزيش تغلب على كابيلو لا ايه ماشينيو اللي درنا ماشينيو معاهم ما ربحناش درنا ماتش نول تغيرات اوبليغاتوار جابك لك سعد انت لا سجلنا له صحيح سعدان ما سجلوش لو نمر لا سجلنا له لو نمر الى محور اخر وهو علاقته بالصحافه
احكي لي ما واش راه يحدث بين الصحافه وألي لوزيتش؟ وبالمناسبه بعض من الجماهير الرياضيه يلوموا الصحفيين ويقولوا الصحفيين ما خلاوش فايد ألي لوزيتش يخدم، ما خلاوش انا نمثل هنا الطرف الاخر بما اني يعني صحفي مثلك. تدخل حاجه للمشاهدين تاعنا، هما ما يعرفوش واش كاين، ما بالهم هما. انا كي كوم تيلي سبيكتاتور دوك انا انا باغ اكزومبل ما كنتش في المونديال، ما راحش المونديال، ما راحش المونديال. احكي لنا واش كاين بين الصحافه والمدرب. جوستومون ما راحش المونديال، ما على باليش واش صرا اكزاكتومون نهار ابري لو بريمي ماتش تاع بلجيك واش صرا. لكن القصه مع القصه بدات من قبل مع الصحفيين. كنت في احداث اخرى، كنت في 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 في, في مراحل اخرى وين شفت الكومبورتمون تاع تاع المدرب، المزاج تاع يا كل حاجه. والله غير دي فوا نحير قولي الى دي فوا يشوف فينا و براتيكمون من اللقاءات الاولى تاعو مع الصحافه، من الندوات الصحفيه الاولى عنده نظره ما على باليش. انا دوك الى كيما يقولوا احنا بالعاميه عمروه على الصحافه الجزائريه ولا ما على باليش، مي عمروك على الصحافه الجزائريه ولا كاين اللي يقولوا باللي ديل ديبار ديجا الفيدراليه قالت له بالك من الصحافه الجزائريه. ما قلتليش واش كاين بينه وبين الصحافه الجزائريه؟ بينه وبين الصحافه هي كورونو باس با كيما يقولوا. علاه الكورونو باس با؟ باسكو تو سامبلومون حاجه سامبل، هذا المدرب ماهوش حاسبنا ما يحملش لي كريتيك تاع لا بريس الجيريان وما لازمش نسقسيوه وما لازمش هاي تو سامبلومون ما يحبش لافور. لكن قال بانه البعض قاس لي يعني الحياه الشخصيه تاعي، قاس لي العائله تاعي. عطيني اون سول ديكلاراسيون ولا اون سول ارتيكل وين قاس لي الحياه. وقال في اخر بيان له انه ما يسامحش بعض الصحفيين الجزائريين. ما نسمحولوش محمد. ولا واش دار لكم محمد؟ انت لعبت حنا رحنا كوب دافريك، رحنا باغ اكزومبل 2013 لا كوب في فافريك دي سود. الناس كونفيرونس دو بريس، كونفيرونس دو بريس الناس تقبل، سي اوبليغاسيون وين المدرب يخرج يقابل الصحافه، الصحافه تاع باسكو كومام ماشي يهضر، ماكش تحكي على فريق كيما يقول لك فريق تاع 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 تاع، راك تحكي على نخبه وطنيه واسمو المنتخب، واسمو المنتخب الجزائري، ما اسموش منتخب فلان ولا منتخب فلان، الجزائري. دونك يتحدث على يتحدث للجزائريين. احنا ديجا الصحافه الجزائريه من الطبعه الاولى ملي جا ألي لوزيتش الخلل اللي صرا، السيد هذا نهار الناس اتصل به باش يتكلم في الصحافه يعني الجزائريه، سواء السمعيه والبصريه ولا المكتوبه، ما يحبش يتحدث، ما يرفض. كي كاين ندوات صحفيه؟ اسمح لي. لا قبل راه اسمح، يرفض الحديث. مي بصح ولينا نشوفوه كل يوم تقريبا، كل يوم. الصحافه الاجنبيه يتحدث في الصحافه الاجنبيه. دوك اللي ما تهضرش معايا انايا. باسكو كاين عباد اللي ما دوك انا نهضر لك على كابيلو باغ اكزومبل، كابيلو سي لو جور دونتري ولا مورينيو سي لو جور دونترينيو اللي ما يهضروش كاع مع الصحافه قليل، غير كي تكون هكذا كيما قلت انت ندوه صحفيه في اطار بيان اورغانيزي سينو ما يهضرش في اطار رسمي. وين كي باغ اكزومبل في لا كوب دي موند وين الندوه الصحفيه ابري ماتش ولا افون ماتش الي اوبليغاتوار باش نفهموا، الي اوبليغاتوار لا فيفا اوبليج لي زونترينور لي جوار اوسي. حتى الندوه الصحفيه الاخيره كان قاطعها. ماضي عندك تدخل، عندي تدخل اسمح لي يا طارق، عندك ندوه صحفيه من قبل ديجا ماتش. يا طارق يا طارق بالنسبه للمدرب هذا علاش نقدر نقولوا احتقر؟ لا ما احتقرش. واش معناها؟ لا واش معناها؟ فهمنا يا اخي. ديل ديبارا ماشي قال عامين من بعد ولا ديل ديبارا. جميع الندوات لي كونفرنس دو بريس كان يديرهم، كان هنا في سواء هنا في الجزائر ولا حتى كي كان الفريق الوطني يتنقل كان يدير ندوات صحفيه كان يديرهم لكن علاش ما ربحش الصحافه ماضي؟ الصحافه كانت قادره تعاون. اسمح يا ماضي، الصحافه كانت قادره تعاون وتدفعوا الى الامام. علاش قلت الصراع؟ انا راح نجاوبك. هنا في الجزائر كان اكثر من 120 عنوان صحفي، صحيفه تاع يوميه هذه واحده، كان اكثر من 20 قناه فضائيه. لنفترض ما فهمت هذا خليل زويش عطالك انت حوار، عطالك ومن وقته حوار، كيف كان سيكون رد تاع الصحف كامله؟ انا بالنسبه لي انا كصحف لا نسمح لي الصحافه الفرنسيه تي في 5 وما على باليش انا مسمعيه ومكتوبه. بالنسبه لي حب الصحف الجزائريه كامل ما يخسرهاش، بالنسبه لي ما يخسرهاش، ما يخطرش عنوان ما. انا نتذكر لكن هو خسر الجميع بطريقه ما حتى عنوان دخل في عداء مع الصحفيين. نعطيك مثال محمد، راهو واحد الوقت الى تشفاو 2010 براتيك حتى ل 2000 مور مونديال حتى ل 2000 حتى ل 2012 براتيك 2011 حتى ل 2012 اونفادير حتى ل 2013 ديبي 2013 كان واحد الوقت قطع الصحافه الجزائريه ما يتحدث حتى ما واش كان يدير مرة على مرة يدير 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 ماشي كونفيرونس حوار ولا يدير كوشين سور دو كومونيكي يعطيه حوار خاص يعطيه لابن يعطيه لا بي اس
وكالة الأنباء الجزائرية. علاش؟ باسكو أبارتير من لا بياس الناس كاع الصحافة تداول. أنا شوي داكور السيد ما حبش يهضر إلي ليبر إلي ليبر ما حبش يهضر، لكن كما يقول لك الحقوا أمور تاع الفريق الوطني وين لازم سيلوي راهو سي بريمي ريسبونسابل تاع الفريق الوطني حبينا ولا كرهنا هو رئيس الفيدرالية. دوك الحق اون بيريود وين لازم يكومونيكي كما يقول لك على الفريق الوطني. دار بيان على اترافير الدولة اترافير بيجي الى ما خاتنيش ذاكره اترافير لا بي اس اترافير وكاله الانباء الجزائريه الصحف والمجلات من ثم داولت الاخر. حتى كي تقول لي لوزيتش ما حبش يخير بروبليم سي كاو يهضر في الصحافه الفرنسيه خويا كريم. انا خطر درت له اكزومبل قلت له كيفاه 5 جويي يعني تاريخ عزيز علينا بزاف تهضر على الجزائر في الصحافه الفرنسيه. اسكو انت تشوف لصق شويه علاش ما يهضرش على الصحافه الجزائريه؟ الصحافه الفرنسيه علاش ما يهضرش على الصحافه الجزائريه؟ نعطيها لك محمد رئيس الاتحاد الجزائري اعطى له اوامر ما يهضرش مع الصحافه الجزائريه. يعني رئيس الاتحاد الجزائري ما عندوش شخصيه؟ لا اعطى له كلام ما عندوش شخصيه مش قادر. لكن هو اللي دار المشاكل من بعد هو اللي دخل في مشاكل مع ماشي رئيس الاتحاد الجزائري هو اللي بعد هو اللي قابل كان الماضي لو كان يعني فكر شويه بالمعقول كان قادر يكسب الصحافه الجزائريه وتعاونوا وتدافعوا الى الامام. علاش ندخل في صراع؟ سعدان خسر مونديال وخسر وما خسرنا ما خسر الصحافه. ماضي نسالك سؤال يقولوا ايضا انه علي لوزيتش مدرب يحب يدخل ونذكر انه هذا ليس ابدا الراي الشخصي يقولوا انه علي لوزيتش يحب يدخل في صراعات يحب دائما يعيش في الظلام يحب يعيش في يعني دائما ما يعني ما يحبش الامور تكون واضحه والامور تكون شفافه. هل هذا صحيح؟ انا بالعكس ما نشاطركش راهي لكن شفناه دخل في صراعات مع اعضاء من الاتحاديه شفناه دخل في صراعات مع رئيس الاتحاديه اسكو هل يقبل من مدرب مقبل على المشاركه في المونديال على بعد بضعه ايام المشاركه في المونديال يجي رئيس الاتحاد الجزائري هذا الحاج محمد رواوه يجيب له مدرب امام عينه يشوف هاوليك المدرب اللي راح يكون خليفه تاعه في المونديال اسكو هذا مقبول محمد؟ لكن انا مانيش ندافع على الواحد خليفه كريم قبل ما يجيب له المدرب قبل ما يجيب له المدرب يا اخي طرح على يرونوف لي هو اللي كان يحب. اسمع كريم نفكرك يا اخي كنت تحضر معنا لي كونفيرونس دو بريس نفكرك نهار كنا رايحين لاكوب دافريك 2013 رايحين لاكوب دافريك فريق دار كونفيرونس دو بريس الوحده تاع العشيه الفريق على 7 تاع الليل ولا 9 تاع الليل راح في افريقيا افريقيا الجنوبيه وين داروا ستاج مع دخلوا كوب دافريك المدرب اللي تقول له انت وراه لي زوبجيكتيف باش بور موتيفي ليكيب بور موتيفي الفريق قبل ما يروح واش يقول لك الا تشفى سيدي موسى والله ما على بالي لا الرياح جو سي با سي جو فيريستي جي دي زوف الا فيد انا ايفينمون كيما هذا تقول لي ما على باليش نسكن نريح وما على باليش واش راني ندير هنا وايضا هم اللي خلوني محمد اللي خلوني نشك في 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 القدرات ونشك في نيه ونشك في كيما يقول لك لي زوبجيكتيف تاع لي فري زوبجيكتيف تاع علي لوزيتش. لكن البعض بصراحه يقول بانه بعض الصحفيين حاقدين على فايد علي لوزيتش لانه ربما غلق عليهم لانه ربما ما بقاوش يقدروا يدخلوا المعسكرات المنتخب الوطني لو ما يقدروش. انا ما نخدمش في الصحافه المختصه تقدر تقول لي بالك هذا الشيء بالك في الصحافه المختصه باسكو الصحافه المختصه كومباراتيفمون الصحافه كيما يقول لك حنا اليوميات لي كوتيديان جينيرال كيما نقولوا حنا عندي اون باج ولا دو باج دو سبور بار جور فيها الفريق الوطني فيها كره القدم فيها كاع الرياضه تقدرش تكومباريني مع دونك انا واش محقده عندي انا جامي رحت له سيدي موسى نهار يكون كونفيرونس دو بريس ولا كاين كيما يقول لك زون ميكس هذيك يديرونا كومونيكي روح سينو ما نروحش جامي حوس ندخل. ايضا يقوم بتصريحات وايضا يدير تصريحات يعني خطيره حتى دار الحاج محمد روراوه في عده مرات يحطه في حرج مع الفيفا مع الكاف ينتقد الكاف ينتقد الفيفا ينتقد الصحافه ما يعجبه ولا شيء في غير يعني يعطي لي شيء عجبه هنا من اللي جاء قال بلي هذا شيء جميل الشيء اللي عجبه بدليل دراهم برك لا لا الدموع اللي بكى مع الفريق الوطني في المباراه الاخيره تكشف باللي هذا المدرب كانت عنده غيره على الجزائر بصفه عامه غيره على الفريق ولا انت كلينسمان لو كان ربح الالمان ما عندوش غير على الفريق الوطني تاعو كلينسمان باسكو يدرب الفريق الامريكي غادي يدرب الفريق الجزائري لازم يربح هذا هو لوبجيكتيف تاعهم ما عندوش غير على الجزائر امبوسيبل كريم
يكونش بالك تذكر طارق اسكو تقبلها من هذا المدرب خالي زوج لو كان دارها تذكر مع سعدان واش دار سعدان في احدى الندوات الصحفيه احنا نستناوها راح غدوه دار كومينيكي طاح بالاخرين باللي غدوه راح يدير كونفرنس دو بريس واش دار سعدان بالك طرق تذكر طارق مليح دار بحوار مع جريده يوميه فهم جزائريه جريده يوميه تحدث فيها على النقاش اللي كاين غدوه منك احنا كي حضرنا كونفرنس دو بريس صبنا روحتينا كيما يقولوا تصرف اسكو تما في ذاك الوقت تحدث الصحافه الجزائريه على سعدان وطاحوا عليها انا ما نهضرش على سعدان امي شخصيين تحدثت عليه حتى امي جاكي حتى امي جاكي اللي فاز بكاس العالم مع فرنسا حتى امي جاكي اللي فاز بكاس العالم مع فرنسا كل الصحافه الفرنسيه كانت تنتقده وانتقدت خياراته وفي الاخير فاز بكاس العالم وفعل مثل الي روزيش قال لهم نهدي كاس العالم كل الشعب الفرنسي صوف لي جورناليست الا الصحفيين انا ديفيرونسك هو ربح لاكوب دي موند لكن هذا كان عنده المنتخب الفرنسي وهذا راه لا لا ما تكون باريس بين الجيري ما تقدرش تكون باريس هذيك بالانسان اللي كان منتقد اللي كان ما كان يسنوا فيه يديروا كما يقول لكم كوب دي موند راطي ويدي كوب دي موند يا طارق ما تنكرش ايضا بانه فاز ايضا بحب الشعب الجزائري، الشعب الجزائري صار كله يهتف بحياه فايد علي روزيتش علاش؟ فاز علاش؟ فاز باحترام العالم فاز رونالدو يتحدث عليه علاش فاز باحترام؟ الناس تشوف لي ريزولتا تاعو ريزولتا تاعو وهذيك يد وهذيك يد صحيح هذا هو الشيء ريزولتا تاعو عطيه الصحه عطيه الصحه ديجا مي لو كان مدرب واحد اخر يدير خير منه وحاجه اخرى واش داروا المدربين الاخرين واش داروا المدربين الاخرين كاين واش مدرب اخر منه 82 وما يمروا ما داروش ما داروش واش داروا المدربين في الفريق الوطني واش داروا المدربين كنا قادرين نجيبوا مدرب واش داروا المدربين الاخرين في الفريق الوطني ما نهضروش على لاطي هذيك هذه واش داروا المدربين الاخرين واش داروا الترينر واش يقول لك واش داروا في المدرب كان عندنا في 86 كانت عندنا ميور ايكيب فهمت لا كانت والله اللي يعرف كيما يقول التقنيين كان عندنا احسن منتخب احسن من المنتخب تاع 82 لكن المنتخب الوطني اللي في الدور الاول الفريق الجزائري داك سي فريق لا سول كوب دافريك دافري ديناها سيتي 1982 الفريق هذاك احسن من 82 ها الفريق هذاك احسن من 82 حتى نغلق موضوع حتى نغلق موضوع الي لوزيتش كريم من المسؤول عن رحيل الي لوزيتش كانوا طلبوا منه الشعب طلب منه رئيس الفاف طلب منه رئيس لا 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 رئيس سلال طلب منه الوزير الاول رئيس الجمهوريه وقال شعرا حلو قال لازم يبقى علي لوزيتش ما واش راه ينتظر هذا المدرب حتى يبقى السبب الرئيسي في رحيل خلي لوزيتش رئيس الاتحاد الجزائري بو الي كيفاش نقطع اشرح لي كيفاش مدرب شد فريق وطني فهمت رئيس الاتحاد هو اللي جابه اسمح لي محمد هو اللي جابه هو اللي جابه كما قال لك هذا المدرب ما كانش معروف لا اسمح لي ما كانش معروف ربما الجزائريه دارت له اسم كيفاش رئيس الاتحاد الجزائري غير في فرنسا لا رئيس الاتحاد الجزائري قبل ما يروح المنتخب الوطني جاب له المدرب الفرنسي لانه ما حبش يجدد جاب له الفريق الوطني اسكو انت لا مس الكرامه تاعو مس الشخصيه تاعو من حقه انا بالنسبه لي من حقه قبل ما يجيب له مدرب هل اعطاله العقد قال له امضي الالف هاك لسنه 2018 عقد مفتوح لسنه 2018 هو اللي رفض لا يعني من حقه بعد المونديال من حقه بعد المونديال انا نفترض الفريق الوطني خد بنتائج ثقيله بعد المونديال بعد المونديال لازم رئيس الفاف يشوف مصلحته ايضا تخيل بعد المونديال بعد المونديال لو قال له ما نجيش يبدا يبحث عن مدرب نفترض المنتخب الوطني احصائيات يبداو سبتمبر محمد المنتخب الوطني بروميتو راح 3 دي فات كيفاش راح يقابل خالي زوج هذا الشعب الجزائري وعنده عقد مع الاتحاد الجزائري جاوبني محمد كيفاش يجاوبك طارق هو اللي يجاوبك انا باش نغلط ما نغلطوش الشعب لا لا جاوبني انا مش رايح نغلطوش الشعب ما جابلوش غوركيف ما جابلوش غوركيف لا جابوا له قبل ما يقولوا لا هو قبل ما يوفها ما يتلاعب ما يقول ما قالش لا بالك ديريكتومون مي ما حبش يقول هكذا ما حبش يقول في رايك وشكون المسؤول لذهابه هل هو كان حاب يروح يعني انا كان حاب يروح يا محمد دوك كنت نحكي لك في 2013 معايا داكور كنت كنقول لك اون بلان كونفيرونس دو بريس مازال سمعنا لا كوب دافريك سيدي يقول لك ما على باليش واش راني ندير هنا ما على باليش راني نكمل دي فوا راني نقول والله ما على بالي واش راني ندير هنا هكذا تموتيفي فيها تاعك ولا هكذا وشنو ما فهمتش السياسه تاعو هذه تاع في اخر كلمه قبل ان نمر الى موضوع المدرب الجديد غوركيف كيفاش تقيم المسيره تاع علي روزيتش ايجابيه ام سلبيه؟
على العموم انا نقول ايجابيه نقول ايجابيه لكن سي فري كنا قادرين نديروا خير سي فري كيما يقول لك كانوا عندنا مشاكل مع المدرب هذا وين الفوتي في سيتي لوي ولا بروف انا حكينا شويه على الاشياء اللي دارها مي على العموم نقول باللي نتيجه ايجابيه نظن لو كان المدرب هذا لو كان يعني يسقم شويه روحه عارف كيف يتعامل مع الناس يتعلم مع لي ريسبونسابل تاعو باسكو ميم التدخل ولا تاعو بارابور كي قال لهم جو سوي با ان موتون دونك هادو ما لي فو با اوبلي كاع واش قال لهم يا اخي تصريحات مكتوبه وسمعيه يعني كيما يقول سي دي بروف نظن بلي المدرب هذا والله غير كان قادر انا يا اخي بالحي ما بدا الحصه قلت لك بام كريم قلت له قلت لك بلي نهار جابوها لي لوزيج قلت لك بلي انا كنت من بعض الصحفيين اللي كانوا موافقين هذا الخيار باسكو شفناه بلي كان انسان اللي كيما يقول لك كان يعدل كان كيما يقول لك بروفيسيونيل اي تو العقليه تاعو تبدلت مع الفريق الوطني مع علاش علاش كاين كيما قال لك ماضي في صف لا فيديراسيون كانت تقول له ما تفتهاش مع الصحافه ما ديرش مع فلان نحي الفلاني لا كومونيكاسيون درنا بلي لو بوين فابل واللي خسر شويه تروازو لي تروازون تاع لي لوزيك سي لا كومونيكاسيون با سولمون لا كومونيكاسيون فيزافي مع لا بريس مي ميم او نيفو دو داخل ليكيب ناسيونال وين كيما يقول لك دي فوا تنحي جوار يا خويا كون صالح قلت لك هذا نحيته باسكو ما عندوش بلاصتو ولا هذا باسكو ماشي مربي ولا هذا كيما يقول لك ماشي بروفيشن وهذا ما كانش كيما الصراحه كيما يقول لك ثلاث سنين وحنا رحنا في واحد الخبايا خلاونا راضي اوفا يا خويا مي على العموم نقدر نقولوا باللي المشوار تاعو كان مليح مالوريزمون ماضي الان بنسبه كبيره غوركوف راح يكون هو المدرب ربما يكون قد امضى اليوم على عقده مع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم واش راك تستنى من هذا المدرب؟ هذا بالنسبه لي نستنى منه خير علاش؟ لانه بالنسبه لي مدرب قادر مدرب معروف في فرنسا باشاده كبار التقنيين الفرنسيين وخير شهاده على ذلك المدرب الفرنسي المعروف الكبير غيرو اللي يصفه مدرب محترم لو يواصل الفريق هذا المدرب الجديد المسيره اللي خلاها المدرب البوسني هذا انا ننتظر منه الكثير لكن نخشى عليه ان يسقط في بعض في الفخ كما يقال وراح يخسر الفريق الوطني ربما السمعه اللي كسبها في المونديال راح يخسرها في التصفيات تاع المغرب. طارق اخر كلمه لك بخصوص هذا المدرب الجديد. غوركوف كيما يقول لك حنا ما نعرفوش بزاف عليه مي بشهاده كيما قال لك كريم لي تكنيسيان يهضروا عليه كيما جيرار وي كيما قال لك بون حنا على بالنا بلي خدم في كلير فونتين في سونتر دو فلاخر في فيديراسيون فرونساز سي ان كرون تكنيسيان خدم بزاف بوكو بلوس مع لي جون على بالنا خدم بوكو بلوس مع لي جون مي كيما يقول لك تو سي سي با لو سي في اللي فينالمون افيك ليكسبيريونس اللي عندنا واللي ماشي شفناه سي با لو سي في اللي يكون معمر اللي يجيب لك سا دي بوين يسوفي دون كيما يقول لك لمسه لمسه تتبدل كاع انا نظن غوركوف هذا راه حضر اللقاء تاع عنده نظره على الفريق شافهم ديجا من قبل شاف لي دو ماتش تاع لي دو ماتش بريباراتوار في لا سويس لا روماني والارميني شاف ايضا كاس العالم نظن انا لو كان المدرب هذا ياخذ كيما يقول لك داير لا بروف وبدا يحكي ديجا قبيله حكيت على التدخل تاعو قال لك لو كان هناك اتاكون دو بلوس مع الالمان ديجا تو فو ديجا هنا تبان لا توش تاعو اوفونسيف اي تو دونك نظن انا لو كان ياخذ هذا المينوا عنده فريق ديجا فريق راه واجد نقدروا نجيبوا بالك دو تروا دو زوتر جوار كاين دي جوار يقدروا كيما يقول لك يليموا الفريق كاين دي جوار في ليكيب ناسيونال تاعنا كبروا ثاني بالك راه قريب فان كارير دونك مي كيما نقولوا حنايا لاباز عنده لاباز تاع الفريق الوطني عنده نظن لو كان ياخذ الفريق هذا كيما مشى وياخذ بالعبره اللقاءات اللي لعبناهم وين كيما يقول لك ياخذ الاخطاء والمزايا تاع الفريق كيما قلت لي بوان فور لي بوان فابل يعاود يشوفهم مليح كيما شفناهم حنايا نظن باللي لو كان ياكسل الخدمه تاعو نظن باللي الفريق هذا كيما يقول لك يفا بروغريسي ما يوليش اللور الفريق هذا دوبي 2010 لا بروغريسي افيك ان بون انترينور غوركوف كي كوم عنده نظن ان الفريق مع غوركوف بروغريسي كواكو كيما قال لك كريم اي جاي وقت ضيق دو موا ليزيليميناتوار ديبي سبتمبر نبداو ليزيليميناتوار تاع لا كوب دافريك
دونك هنا بالك يخليك شويه بس ان شاء الله ان شاء الله في خير ان شاء الله في خير ان شاء الله. طارق كريم ماضي واش من لاعب يفكرك به؟ لاعب سابق الله الباص الله الباص يا خويا الله يحفظك غير شوف كريم فيك الله الباص ربي يشافيه ان شاء الله الله يشافيه. انا قالها لي بلومي بليزيور فوا تلاقى به يقول لي يا كريم ملي نشوفك نتفكر لالمار حاسه لالمار. من قبل كان كنت مربي شعري اللي شافيه نذكر في 93 في الشيبه كنا غير مدينه كان يقول لي ماجر كي نشوفك نتفكر قموح دونك اختلط الامور وبين ملاحظه هذا ريحه دفتر في الالماس ربي يشافيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وانا بدوري لم يبقى لي الا ان اشكركم اعزائي المشاهدين على حسن انتباهكم ومتابعتكم. غدا عدد جديد مع رابح ماجر وعلي بن شيخ. ابقوا اوفياء دائما لقناه الهداف. صح فطوركم صح سحوركم وسلام عليكم.